وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. عنه ما عندك؟ وعنه عن لا يا أحمد، يا أحمد عنه كلمة عنه ما عندك؟ لا لا مش موجود يا شيخ. هاي الطبعات التجارية. يكشف ستر الله عنه. هنا ملاحظة، وهي هذه الأخطاء إن وقعت بها فلا تظهرها أمام الناس. ما هي سلبية أن تظهر الأخطاء بين الناس، سواء حرام مكروه خوارم مروءة؟ واحد، أن يسبب موت القلب عند الناس. اثنين، تشجعهم على هذا الخطأ. ثلاث، يموت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمور الثلاثة هي من مساوئ المجاهرة بهذه الأخطاء. فشيء مهم لا تظهر هذه الأخطاء. فعندما يموت قلبي سأهلك لحيتي والعياذ بالله، هذا إظهار للمعصية. ماذا يتسبب؟ يموت قلب الناس، خلاص بصيروا يرون الناس بكثرة يحلقون لحاهم، فيصبح شيء معتاد. بل حتى أن بعض العوام يردد كلمة مرفوضة: فلان شيخ ولا عادي؟ لا، ما هو الشيخ هو العادي، لأنه هو الأصل. أنت الأصل تقول شيخ ولا مش عادي؟ الشيخ هو العادي. مرفوضة هذه الكلمة، هاي شيخ ولا عادي؟ لا يا أخي، ما هو الشيخ هو العادي، واللي بالشيخ هو اللي مش عادي. فإذا هذا يسبب الشيء الأول، موت القلب، أنه مصير شيء معتاد. وكما قيل: كثرة الإمساس تميت الإحساس. فيصبح عادي الشيخ يلبس بسكم، حاسر الرأس، يلعب كرة في الشوارع، يوكل بوزة قدام الرائع والجاي. معناها مش حرام، لكن شو مالها؟ خوارم مروءة. وبنبطل احنا ننصح بعض. ليش ننصح بعض؟ صارت أمور مشتهرة ومنتشرة بين الناس. هذا هو اللي حذر منه الشر بالمجاهرة بهذه الأخطاء. الدخان، أصبحت لا تستطيع. زرت أحد الجيران في العيد، فدعي الجيران الآخرون، أو دعا الجيران الآخرين. فالمفاجأة، أول واحد أشعل سيجارة، فقلت: الله يعافيك يا فلان وكذا، ويجي فبلش بده يناقشني انه هذا انا الدخان انا برتاح عليه. فقلت له: الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر. ولا الثاني راح ولع السيجاره. ايه، اقوم. طب ما احنا مقصد الزياره والتواصل، لا حول ولا قوه. فقام الثالث ولع السيجاره، طلعوا الثلاثه من المدخنين. طبعا اهل العلم في مثل هذه الصوره يعمل المصالح والمفاسد. إذا قمت شو راح يترتب؟ ممكن قطيعة. أنت جاي تزورنا ولا جاي تقاطعنا؟ تكلمت؟ تكلمت. ذكرتهم؟ ذكرتهم. أثرت مواضيع دينية؟ أثرت مواضيع دينية. هذا الواجب عليك، سويته. مع تقصيرنا طبعا، أستغفر الله وأتوب إليه. لكن هذا هو المسمى المجاهرة بالمعصية. أصبح المجاهرة بالمعصية شيء شماله تعتاده. فواحد، تموت القلوب. اثنين،
لم يعد هناك أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. طيب اسمع اللي بعدين.